السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندر وبندر مقطع جديد. في هذا الفيديو راح نلعب لعبة باتل فيلد 1. في ناس كثير طلبت مني باتل فيلد 1، لذلك هذه باتل فيلد 1، لكن فعلا فعلا لي فترة ما ألعبها برضو، وليفل 22، فندخل ذحينا ونجرب، فمعليش لو إن اللعبة بيض مرة، لأني ترون لي فترة فعلا مرة، لكن ما عليكم، حتى لو لي فترة دائما ايش دائما ايش في كلمه هي بس راحت يعني لعيب وكذا، بس ما ادري ايش كان اللي في بالي. طيب ندخل كونكويست، ليتس جو. Drawing on all aspects of the Great War, conquest provides scale and all the machines. طيب تقلع بس اعرف انا كونكويست ايش مسوي، تشرح دحين. اوكي شباب دخلنا جيم، اضربكم بسنايبر على طول ولا لا؟ دقيقه بس شباب، خلوا اخذ اول حاجه السولت. واو اوكي شباب، الى اين نتجه؟ اتجه الى السي. يلا يلا السي يا عيال. اوه شفت واحد هنا، ارمي هذه قرناطة، حط القناع. اوه اوه بسم الله الرحمن، بسم الله 24. انا شفت في واحد كان ثاني هنا. شباب يا عيال هل في عيال ما في هيلر؟ لا لا سو تستغرب فما في هيلر، فين احنا؟ اوفر واتش. اوه والله اصل هيلر فيه. يا عيال ادوارد اخذناه ادوارد. لا 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 روح روح بس راس من هنا واجي لل، خلنا اروح للاف، اروح للاف. اوه دبابه ام دي مين ام دي. اوكي لا لا اوكي اوه لا 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 يا شباب دقيقة، أنا أسولت أقدر أدعس الدبابة. أنا يا شباب الدبابة عندي. إيه ليش ما تتدمج؟ أبلع أهرب. أوه أوه لا ليش ليش طعنتني يا شباب؟ المفروض تكفي لي ثلاث طعنات. شوف هذا نو سكوب يسمونه، ها نو سكوب هذا. لا لا في قرنين اوكي. لا لا ايش ذي الرميه الخايسه يا عيال، يا عيال انا بدعس يا عيال. هيلر ارجوكم هيلر. اوه سنايبرات ما ادري ايش، خلنا بس تطلعون اقتلوا. اوه اني بهت 100 ليش ما مات؟ يلعن ام اللعب الجلتشات هذا. لا لا ايش هي دقيقة سوف اجدك اينما كنت، سوف اجدك يا رب. اطلع هنا هنا هو. اوه باقي فوق زيادة ازيك. اوه اوه ثلاثة مدري كم، احسب انه واحد بس راح اقدر فيه. انا عندي الخيار، خلوكم هنا بس متكين، لا تروحون ولا مكان. اوكي احفظ المكان وابغى اجي ومرمي حق الدبابة. ارمي ما ارمي حق الدبابة. هنا الشبابة. لا ارمي فوق بزيادة كذا. اوكي كم واحد؟ اما ولا واحد. اوه بسم الله فجعني. ايش ذا ايش الزبنة؟ انا ارمي يمكن هنا في واحد. ابلع اوكي ما يمديهم يطلعون من هنا، والله ما ادري. ازبن ازبن بس. اوه شيت ها خذ. ثلاثة ثلاثة يا جماعة. وات وات اوه ماي جاد اوه ماي جاد. تقلع بس تخيل اجيب اثنين زين. اوه لا دقيقة شوف الكامل اكس بي 1000 بسم الله، خل اخذ 500 1700 يا سلام. اوه اهرب اهرب. لا يا الله يا شباب ايش ذا؟ ورب صادني مدري من فين الاخ. شباب هلف شوف كيف ميت مسكين مبتسم حتى. لا والله مو مبتسم، والله اصلي وربي اصلي شباب.
يلا بسرعة قبل ما يقنصني مرة ثانية. خذ نو سكوب وانا بدخل للباقي. ها في حد هنا؟ اه لا والله ما في احد. السي اليوم حقي، السي عندي عالمي، السي السي. اوه هذا الثالث، نقول الثالث. اوه هذا لا والله مو ميت. اوه ما هذا الدعس، ما هذا الدعس هنا. اوكي شباب متعة متعة يا شباب متعة متعة. ها وارمي هنا. خذها انا اليوم امشي كذا بينكم امشي. لا والله ابى ما يطلع من الدرج وربي دعس يا شباب. ايش ذا قوة جلدي هنا انجلد. تمشي بجنبي. لا يا الله يا اخ والله حرام. ازيك يا حلو؟ ازيك؟ انا ميت خلاص ارمي قند واللي قابل معايا قابل. كم واحد؟ واحد يلا حلو. اوكي يبغالي ايش اسوي؟ سنايبر واتكي من بعيد واشيل هيد شوتات بس. لذلك خلنا ناخذ لي زبنه كذا بعيد من هذه الحرب. فين ابغى مكان مطل على الاعداء. انا شفت واحد جلس هنا في هذه الاماكن فشكلي اسوي مثله. في واحد هنا شفته الحرب وهي شوف هذا الهيد شوت. هذا هيد شوت سجل عندك. شوف سحب. شوف هذا الهيد شوت. هذا ترى مو شجر. هذا مو شجر، هذا انسان. يوهو ايش ده؟ خذ ها اطلع اطلع. جلد اجلد. شوفوا كيف اصيد الطيار. اوه بسم الله الرحمن. في هناك شباب ولا خلاص؟ ما اتوقع احد يجي هنا خلاص انتهى. شوفوا شباب. شوف هذا هيد شوت. ها ايش ذلك؟ مات. ها دمشتها والله. اوه تفجرها العيال. اوه بسم الله. ايش وربي يطلق على واحد احسبه يجالس يطلق عليه كذا يستهبل. شوفوا كيف اصيد الطيار. تم الدعس. لا ما في احد هنا خلاص. اوه ازيك يا برنس؟ ازيك مصوب علي ها؟ وانت ابلع. خذ مات. لا والله ما مات. لا باقي له طلقه واحده شباب. طلقة واحدة بس. لا لا يا عيال ايش اللي يكفي سنايبر. راح اضطر اني ادخل واستدعي عالم السي. اوه ايش ذا التفجيرات؟ ايش ذا؟ اول حاجة جرنيت كذا تحذيري. هذا الاول. حط العلم قصدي القناع. يا ولد ايش ذا؟ وش ذا؟ اوه سفينة مدري ايش وصلت. الباخرة. يا عيال وش ذا؟ انا لوزي نو كاكتف داون. شباب اعطوني بالله 500 لا تموتني زي كل مره. يس اخذت 500. اوه بسم الله. اوه دبابه يا عيال والله الدبابه تبغاني. عم بالعيب. اوكي هذه الدبابه دخلت هنا ولا ايش؟ الله يستر بس. الله يستر يا ولد. وش ذا؟ اوه يا رب اني مدعوس. انا مدعوس. يلا انتحاري. ايه طيب ارمي هذه اقل حاجه عشان ندمجها. اوه قتلت واحد. يعني التمت يعني هذا. اوكي قتلت واحد والدبابه اتدمجت برضه. اوه خذ. اوه شفت واحد هنا. لا تقتلني يا اخ والله الايم خرا. وهذا عنده شوتجن اصلا. ايه يا اخ صح اللي 3 متر. لا تسحب صحوني شباب صحوني.
شوفوا هذا المدق صحن يا واحد متر واحد اثنين متر. هاي مدري ايش صار شباب فزنا ولكن في شيء صدمة يعني الصراحة. طيب شباب اعطوني باكيت اعطوني يلا 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 اعطوني باكيت يس اعطوني باكيت راح افتحه قبل ما ينتهي الفيديو. قاعد 26 بس ميت ب 24 في البداية دعست بعدين اندعست. خلوا اطلع من الجيم بسرعة. اوكي شباب الباكيت جات فين؟ راح نفجر باكيت فين؟ اوكي يلا بسم الله نجيب ان شاء الله الاصفر ما ادري الازرق يس ازرق اوكي ايش؟ اوه حلو حلو والله. طيب اد تو انفنتوري. طيب شباب بس هنا وصلنا نهاية الفيديو اتمنى انكم استمتعتوا معايا. قولوا لي ايش تبغون انزل المرة الجاية ونشوفكم على لا تنسون اللايك ونشوفكم على خير في امان.